وهل بالنسبة لها ما زالت الإذاعة منبر إعلامي حقيقي بيقدر يأثر بالمجتمع، وأي قصة أثرت فيها أكثر شيء؟ بطريقة كتير سبيشال فانز ريمان جيم حبوا اليوم يحتفلوا بعيد ميلادك ويعيدوك، خبريني هيك شو كان شعورك أول شيء وشو عملوا؟ أول شيء أنا مش فانز بقد ما صاروا عائلة، يعني لأنه لما بتمضي أوقات بتمضي مضيت معهم أكثر من مضيت يمكن مع عائلتي، لأنه بشكل متواصل لهالسنين كلها. اللي صار هو بفتكر أنه بارت 2 من كتاب ماي لايف يور تاتش، اللي هن أول مرة قريتهم قصص ناس، يعني غيرت الكلمة بحياتهم اللي قلتها على مدى سنين. اليوم سمعتهم لايف، وكتير صعب انك تقول مشارك هالقد لايف وتجارب حياتها هالقد اوقات بتكون قاسية، فكمان كتير تأثرت، بكيت بالذات الطريقة اللي بكيت فيها لما قريت الكتاب. عارفة في سوربريز، افتكرت انه هيك احتفالات مش دموع. اليوم الحدث بقد ما هو حلو بقد ما هو ناقص بمحل معين، لانه اللي نظم كل الايفنت واللي هو هالقد عنده شغف بريمان جيم وعنده حب لريمان جيم الي فرنجية مش موجود بلبنان، شو بدك تقولي له؟ بدي اشكره كتير وبقول له انه مثل ما دايما بقول له انه من دونه ما كانت الاشياء بتكون هالقد حلوة، ومن دونه ما كنت عرفت ابدا انه في عندي هالقد ناس تسمعني وبتتاثر فيي. ثانك يو لوجوده بحياتي، وثانك يو لانه كنت دائما انا اسال حالي شو عم بعمل انا كل هالسنين على الهوا، هل عم توصل الكلمه يا ما لا، يعني مساج او ايميل ما بيقدوا، يعني اللي عمله هو بيقدي وبيغمرني من هلا لاخر يوم بعمري. شو بتعملي ريمان جيم لحتى تغيري بحياه الناس وتاثري فيها هالقد؟ ما بعرف من شيء، بكون صادقه يعني، وبكون عم بطرح الاشياء على صوت عالي مثل ما بحب انا اعمل، بكون عم بطرح اوقات مشاكلي انا الشخصيه او مشاكل مجتمعنا بس على صوت عالي، وبحس الناس انه نحكي على صوت عالي. يعني نجوى كرم طلت باوائل، نجوم كتير بيطلوا باوائل بيعتبروه منبر اعلامي اساسي يقدروا يوصلوا اللي بدهم يوصلوه عبره. بتشوف الاعلام المسموع بمحل وبرامج ريمان جيم بمحل، وقد ايه بتشوف اليوم الاعلام المسموع بعده بيحمل نفس الرساله اللي كان يحملها من قبل؟ انا فيني احكيك يعني سريعا عن زمن الاذاعه اللبنانيه اللي كانت مدرسه لحالها بتقدم معلومه بشكل جامد وهيك، عن مرحله انحطاط بالاذاعه كانت كثير بايام الحرب، وعن مرحله يعني اللي انا بلشت فيها اذا بدك. بدي اطلع تقيلة اذا حكيت انه كل واحد يعمل هو حاله، يعني ما يقلد حالات ناس تانيين، بنقدر نعمل شيء كلنا، كل واحد يقول قناعاته لو شو ما كانت، يعني انت كمان لما بتكون مختلف بتاثر، مش ضروري يكون ريمان جيم على كل الاذاعات. بدي اقول لك لابد من الاشاره هيك للنسخ المشوهه. ايه انه وليك مش عم بحكيها يعني باذى حدا قصد اذى حدا، بس ما ضروري، بعدني موجوده حتى لما فل رح يعني رح يكون انه هيدول من هالمدرسة ورح يرفضوها، مش هالمدرسة اللي أنا اخترعتها، هالمدرسة اللي أنا قررت أمشي فيها. فما بفتكر أنه الإذاعة اليوم بأحلى أيامها على مستوى ما يقدم، لا ما بفتكر. بس حكيتني عن نجوى كرم، نجوى كرم بعد 5 سنين ما طلعت غير معنا على أغاني وقبلها كان نفس الشيء. ليه ما طلعت؟ ما انطلبت، انطلبت مئات الاف المرات، وطلبت تطلع لايف، هالقد عندها ثقة انه انا ما رح ضرها بالمعنى المهني للكلمة بالمعنى الانساني. اخذت سكوبات كتير، انت بتعرف انت حضرت وكتبت عن الحلقة، بس بدون اهانات شخصية، بدون هذا الاعلام اللي بيأذي واللي بيحكي مباشرة، هي خليتها تبوح. من أسرة أغاني بدنا نقول لريما هابي بيرثدي، وبدنا نتمنى لها تضل علامة فارقة بعالم الإعلام اللبناني، وهي الإعلامية يلي حولت البرامج الصباحية عبر الإذاعة من فترات ترفيهية بتحكي عن الأبراج والطقس إلى ساحة نقاش ودفاع بتحمل عبرها رسالة إنسانية وحياتية مهمة، وبعيدة كل البعد عن الاستعراض الإعلامي يلي صار دارج كتير بالفترة الأخيرة.